بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما أيضا يسعدني ويشرفني الترحيب بالمتحدث في هذه الجلسة، وهو البروفيسور باتريك شينين، وهو عميد كلية التربية بجامعة هلسنكي في فنلندا. يطلع الدكتور باتريك شينين بعدد كبير من المهام في فنلندا، منها رئاسته للجنة الاختبارات العامة في فنلندا، ورئاسة مجلس زمالة الدراسات المتقدمة بهلسنكي، وهو من الأعضاء البارزين في معظم المشاريع التربوية في فنلندا في السابق وفي الوقت الحالي، وأيضا على المستويين مستوى التعليم العام وفي التعليم العالي. موضوع هذه المحاضرة كما هو أمامكم هو عن إعداد وتطوير المعلمين القائم على البحث التربوي. مضمونها يركز على العوامل التي تضمن فاعلية المعلم بناء على نتائج الأبحاث في هذا المجال. سيوضح المتحدث كيف أن نتائج الأبحاث تشير إلى أن برامج إعداد المعلمين وتمكن المعلم من مهارات التعلم والتعليم، كل هذه العوامل تقود إلى فعالية المعلم. سيستعرض المتحدث تجربة فنلندا في ربط نتائج الأبحاث التربوية في إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة. I would like to warm welcome Professor Patrick Shinnin to start his speech. According to the new now starting from this session, it's supposed to have maximum 45 minutes for your speech. I hope to try to concentrate it into 30 minutes in order to give the translation time, because as you probably heard before, there are hundreds of listeners here who we would like to learn from your speech. Thank you very much, and I hope here to come forward to present you. Ladies and gentlemen, it is indeed a great honor to be here and to speak to you. سيدات والسادة، يشرفني أن أكون بينكم اليوم، وأنا سعيد بهذه الفرصة التي أتيحت لي. We were in the very high building yesterday on the bridge 500 meters from the ground looking at your beautiful city. البارحة كنا في أحد المباني العالية على ارتفاع 500 متر وكنا ننظر إلى مدينتكم الجميلة. It looked like pearls and jewels in the desert. وتبدو كما لو كانت جواهر في وسط الصحراء. And I was wondering, what can I possibly tell you that you wouldn't know already? وكنت أتساءل عما الذي أستطيع أن أقدمه لكم في هذه المحاضرة. I put up the question, are there miracles in education? And of course there are. If learning is not a miracle, I don't know what is. ووضعت هذا السؤال على الشاشة كما ترون، وهو هل هنالك معجزات في التعليم أو في التربية؟ أو بطبيعة الحال هنالك معجزات في مجال التربية والتعليم، لأن التعلم نفسه يعتبر واحدة من هذه المعجزات. On the other hand, strange things happen. I'm going to talk about a different kind of system. Would you believe this miracle? Every child in Finland can walk on water. سأذكر معجزة أخرى تتعلق بهذا الأمر. في فنلندا ربما التجربة تكون مختلفة إلى حد ما. هنالك اعتقاد في فنلندا أن كل طفل يستطيع المشي في فنلندا على الماء. And as you see, it is the truth. It is no strange thing in a strange country. You can walk on water during the winter. وليس هذا أمرا غريبا في بلد مثل فنلندا كما ترون في الصورة، إذ أن الطفل يستطيع أن يمشي على الماء في فصل الشتاء. So here you see some kids walking on ice on the sea on the outside of the southernmost tip of Finland.
وفي الجزء الجنوبي من فنلندا كما ترون في هذه الصورة فإن هنالك طفلان يسيران على الجليد في فصل الشتاء حينما يتجمد البحر. There is a reason I show you this picture. It is a warning. Countries are different. The same thing, if you do it at home, will not necessarily work. So, as we say in Finland, the responsibility is with the listener when we talk about our system. We hope for a good discussion, but we don't suggest that we know all the answers to how to fix your country. عرضت هذه الصورة عن قصد بمعنى أن ما يصلح في بلد معين ليس بالضرورة أن يكون صالحا في بلد آخر. فلم نجئ هنا لنقدم لكم كل الإجابات، ولكن سنقدم بعضا من التجارب التي وصلنا إليها في بلدنا. Finland, or actually, saying too much, Finnish students have got excellent results in comparative studies such as the OECD PISA. Finland and a lot of other countries in 2003, 2006, and 2009, and you can see where the variation in Finland is very small, going up or going down a little bit in different directions. There are other interesting countries such as Canada. If you look at the results, and this is also a kind of, a kind of warning. Most of the results stick together nicely, and then one outlier. طيب هذه الشريحة تبين الأداء الجيد أو المتميز للطلاب الفنلنديين في السنوات الماضية. خاصة في الاختبارات في اختبارات البيزا الدولية التي تجريها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي يكون أداء الطلاب جيدا أو متميزا للطلاب الفنلنديين، إلا أن هنالك بعض القيم أو بعض القيم التي تكون غير متلائمة مع العدد الأكبر. Some countries like our neighbor Sweden and Ireland and the United Kingdom have shown results that if you see it, they start from the blue and they end with the yellow, they are going downwards. هنالك بعض البلدان المجاورة لفنلندا مثل السويد وكذلك البلدان القريبة منها مثل المملكة المتحدة والتي تبدو باللون الأزرق وكذلك باللون الأصفر نزلت درجاتها أقل قليلا. Other countries like Germany, who got a big shock in the beginning of the PISA studies, have started going upwards. Poland made a big jump and have slowly progressed after that. So it is possible to have a trend downwards. It is possible also to have a different kind of trend. طيب هناك بلدان أخرى مثل ألمانيا تعثرت في بداية الأمر حينما جلس الطلاب إلى هذه الامتحانات الدولية التي تعقد بغرض المقارنة بين مستويات الطلاب في بلدان مختلفة، ولكنها بعد ذلك تحسن أداء طلابها. كذا الحال دولة بولندا حققت قفزة عالية أو قفزة كبيرة في مجال نتائج امتحانات الدولية أو امتحانات البيزا. One of the countries with really interesting results are our friends from Korea who really have managed to stay from the beginning very high up and then even improve lately. So that's impressive. You can see them high up there. Also you can see that there are countries like Finland here which in 2012 have started coming slowly down. So I'm worried that we will do the same thing as Sweden and go down. We are trying to learn from Korea and others how to change this trend. هنالك أمر لافت للنظر وهو أن بلدا مثل كوريا الجنوبية استطاع صورة طويلة على وعلى مدى طويل أن يحافظ على مستوى دائم أو مستوى جيد في تحقيق هذه النتائج. هنالك بلدان أخرى قد يصعد أو يهبط الأمر لديها في النتيجة التي تحققها، ولدينا مخاوف في فنلندا في أن ينزل المستوى أقل أو أن نحافظ على هذا المستوى المتميز مثل ما فعلت كوريا.
A little bit worrying is that the Scandinavian countries, you can see not only Sweden, but also Norway, Denmark, Finland, all have lately got slightly weaker results. في البلدان الاسكندنافية في أوروبا الشمالية مثل فنلندا والسويد وكذلك النرويج وغيرها في السنوات الأخيرة حصلت على درجات أقل وأضعف مما كانت عليه في السنوات أو في الأعوام الماضية. And here you can see Poland and Germany. I was already talking about going continuing on the road up. Estonia, our close neighbor, also with excellent results. And as I said, Korea, really impressive. كذلك الحال سبقت كما سبقت الإشارة إلى ألمانيا فهي تحقق نتائج جيدة ومتميزة إضافة إلى دولة مجاورة لهم وهي دولة إستونيا حافظت على هذه الدرجات في هذه الاختبارات الدولية مثلما هو الحال لدولة كوريا. Now, people ask us, what have you been doing? What's going on? And these are reasons typically given, so I'll try to be really brief. But education, teacher education, has been a really important part of building the Finnish nation, Finnish culture, and there is still a strong respect for teachers. طيب التربية والتعليم هي كانت أحد المكونات الرئيسية لبناء دولة وأمة فنلندا أو الشعب الفنلندي وبناء ثقافته. وبالتالي التعليم والتعلم هما الأساس الذي بنيت عليه دولة فنلندا. The leave no child behind has been said many times in the world, but integrated special education is one of the Finnish specialities. So we have been doing that for a long time, and the idea is that everybody needs help sometime, and it should be in the normal classroom, close, and independently of if you are in trouble or if you are a very gifted student. Sometimes you should have some extra help or interesting extra tasks. طيب كان هنالك هذا الشعار الذي دفعت او رفعته الكثير من الدول وهو الا يترك طفل من دون ان يحصل على التعليم. في فنلندا نحن منذ زمن قديم رفعنا هذا الشعار ورفعته دول اخرى ولكن أولينا اهتماما خاصا إلى مسألة التعليم الخاص لأن الطلاب الموهوبين وكذلك الضعاف الطلاب الذين يكون مستواهم أضعف من ذلك يحتاجون إلى عناية وإلى تدخلات خاصة. And the third part is like in Korea, teachers with compassion. We say it in different ways, but we mean the same thing. Very small part of the teachers get into teacher education in Professor Jari Lavonen's department. About 7% of the applicants for primary teacher education get in to the university. So that is also important. الأمر الآخر الذي كذلك هو على قدر كبير من الأهمية هو المعلمين من ذوي التأهيل العالي والذين يكون على أساسهم والذين يكون لديهم كذلك شغف وتقدير وتعظيم للمهنة التي يقومون بها وكذلك نوعية أو الطريقة التي يتم بها انتقاء واختيار هؤلاء المعلمين الذين يكونون أفضل الطلاب من المرحلة الثانوية وبعد ذلك يلتحقون بكليات المعلمين هذا جزء آخر مهم يعتبر من أحد المكونات الأساسية لي نجاح التعليم في فنلندا. So in one way you could look at it is since we have such a selection pressure, so many want to become teachers, and we can select the best of the best, we would have to be really bad teacher educators to get bad results. هنالك الكثير ممن يتقدمون لشغل وظائف التعليم أو للالتحاق بكليات المعلمين في فنلندا. ولكن هم ينتقون أفضل من يتقدم للالتحاق بهذه الكليات وإذا كان الحال كذلك فمن الصعب أو من النادر أن لا يحققوا تلك الأهداف بسبب العناية المكثفة التي تتم
لاختيار أفضل المعلمين. This is when I get into trouble. None of these things have changed at all. We have been doing that for a long time, and the results are changing, but what we are doing are not. على الرغم من هذه النقاط الثلاثة التي تحدث عنها، إلا أنه يود أن يرسل رسالة تحذيرية، وهي أنه بالرغم من قيامنا بكل هذه الجهود، إلا أنه لم يتغير شيء، لأننا قمنا بكل هذه المجهودات وهذه النقاط الثلاثة التي تحدث عنها، ولكن لا زال الحال كما كان عليه، وهنالك تدني في بعض المستويات. So we'll just look at different things and try to raise thoughts and then have a good discussion afterwards. Expenditure. Do we put so much money into education that would explain it all? The answer is no. We are very middling OECD, both if you look at primary education with green, lower secondary with red, and upper secondary with blue. Very normal. طيب بالنسبة للإنفاق في مجال التعليم، هل فنلندا تنفق مالا أكثر بالمقارنة مع الدول الأخرى؟ يقول ليس الأمر كذلك، هم ينفقون إنفاقا متوسطا على التعليم في بلدهم، وعلى هذا الشاشة يظهر اللون المتقطع أو اللون المتعرج باللون الأخضر بالنسبة للتعليم الابتدائي، واللون الأحمر بالنسبة للتعليم المتوسط، والذي يليه بالنسبة للتعليم العالي. هذا يعطينا فكرة عن مدى الإنفاق المالي الذي يتم بالنسبة للتعليم. Then the Koreans talk about being happy at school or different things that have to do with emotion. Emotion is really important in learning, and people in Finland typically want to fix things that have to do with school attitudes. كذلك الحال الأستاذ البروفيسور الكوري تحدث عن السعادة التي يجب أن يشعر بها الطالب في المدرسة، ومشاعر وعواطف الطلاب تعتبر أمر مهم، والاهتمام بهذا الأمر هو من الأمور المهمة. My trouble with this is I don't believe it. I don't believe it will fix the problem. If you look at these countries here, I have already mentioned Korea, Estonia, Finland, Poland, all countries with the... It's not that they wouldn't be happy at school, but they are not as happy as people in Indonesia, Albania, or Peru. البلدان التي تمت الإشارة إليها مثل فنلندا وكذلك الحال بالنسبة لكوريا وإستونيا، من الممكن أن يطلق عليها أن الطلاب يحققون قدرا من السعادة في مدارسهم، ولكن بمقارنة هذه البلدان مع بلدان أخرى وهؤلاء الطلاب بطلاب آخرين، ربما لم يصلوا إلى مستوى تلك السعادة التي يطمحون إليها. So maybe it's better to have a serious working climate, interested, goal-oriented, than being extremely happy all the time. بالتالي لابد من أن تكون هنالك بيئة عمل جادة في المدرسة، وليس بالضرورة أن تكون يكون التركيز كله على تحقيق السعادة. My Korean colleagues told me last night that they have made changes towards this kind of working climate, and the results seem to be improving there. We are going the other direction, so I'm still worried. ذكر لي زميلي أو زميله الكوري أنهم ساروا في هذا النهج لتحسين بيئة العمل، ولكنهم في فنلندا ربما ساروا في الاتجاه الآخر. I'll skip some pictures here in between. You can get the whole presentation later. One interesting thing is how much work is put in, how much effort is put into school every day. And you can see the blue arrow pointing at Finland with very little learning time, academic time in reading math and science, which are the and still pretty good scores in the PISA study. But you can see that other countries can put up to
almost the double amount of hours into academic studies. هذا الشيء أو هذه الشريحة فيها بيانات بالنسبة للجهد والوقت المتاح للطلاب لدراسة العلوم وكذلك الرياضيات والمواد العلمية والتخصصات العلمية الأخرى. And Singapore and Shanghai have excellent results, so maybe the next conference will have visitors from there as well. It's a little bit hazy, the picture, but the idea is very simple. Different countries, this compares how large the difference is between the highest blue line is children with parents who have a doctorate in some subject, and the blue is very low educational level. The level of the parents. Yeah, or the parents or the children. Okay. طيب في هذا الجدول والمخطط يظهر الخط في الجزء الأعلى من الشاشة الطلاب الذين نال آباؤهم قدرا عاليا من التعليم مثل الحاصلين على درجات الدكتوراه وما إليه مقارنة مع الطلاب الذين يكون آباؤهم نالوا قدرا أقل من التعليم. From my perspective, it's interesting to see that all the top performing countries have very relatively small differences. Nobody has done away with the difference between a doctor as a father or mother and a very lowly educated parents. But on the other hand, you can see that the top performing countries, even these children perform above the OECD average. في المتوسط العام يعني هذا الأمر لم يؤثر كثيرا بالنسبة للمستوى التعليمي للأبوين لم يحدث فرقا كبيرا بالنسبة للآباء أو للطلاب الذين نال آباءهم قدرا أقل من التعليم بالنسبة لبلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في أوروبا. So such miracles are happening all the time and that's I think very hope. وبالتالي مثل هذه المعجزات تحصل كثيرا.